كشف للإخباري المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفة الصباغ عن أن سفينة إغاثية ثالثة محملة بالمواد الغذائية والطبية ستصل الأسبوع المقبل إلى عدن. هذه الباخرة السفينة الثانية في الواقع، وهناك سفينة ثالثة ستصل في الأسبوع القادم، تحمل أيضا مساعدات متنوعة بين غذائية وبين طبية إلى اليمن. في الواقع هذا التنوع نبنيه في المركز بناء على التنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية، أو تحديدا مع اللجنة العليا للإغاثة المنبثقة من الحكومة الشرعية اليمنية، هي التي تحدد الاحتياجات، هي التي تحدد الأولويات، وهي التي في الواقع تحدد الكميات أيضا التي تحتاجها المستشفيات في كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة في الواقع المساعدات الغذائية أيضا. كما تعلمين أختي هنالك 10 قاطرات انطلقت إلى مدينة مأرب، 8 قاطرات منها في الواقع تحمل مساعدات طبية وأدوية ومستلزمات مخصصة إلى مستشفى مأرب. جزء من حمولة السفينة الثانية التي توجهت إلى عدن وتم استقبالها من قبل دولة نائب الرئيس خالد بحاح، أيضا ستخصص المستشفيات تعز، لحج، الضالع، عدن، شبوة، وحضرموت، وأبيان.